بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. عزيزي التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس آخر من الدروس التي تقدمها مدرسة الاقتصاد عن بعد بمناسبة هذه الظرفية الاستثنائية. نتمنى من الله تعالى أن تمر بخير وأن تكونوا على خير. درسنا اليوم هو الدرس الأخير المتبقي من البرنامج الذي سطرناه خلال المرحلة الثالثة، وهو الأسماء الموصولة، ويندرج ضمن مكون الدرس اللغوي. الأهداف التي سنشتغل عليها اليوم إن شاء الله، في الأول سنتعرف ما هو الاسم الموصول، ثم سنتعرف دلالته وأقسامه، ثم نتعرف جملة الصلة والضمير العائد، وفي الأخير سنختم بحالات من إعراب الاسم الموصول. ننطلق على بركة الله. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كما تلاحظون في هذه الآيات الأربع من سورة الماعون، البداية ويل للمصلين. لو توقفنا عند ويل للمصلين لكان جزاء المصلي العقاب، لكن إذا أتممنا الكلام من هم الذين سيتعرضون لهذا الويل، نجد على أنهم هم عن صلاتهم ساهون. ما الرابط بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ إنه هذه الكلمة الذين. تابعوا معي بعض التساؤلات لنتعرف عن هذا الاسم. فويل للمصلين الذين. إذا سألنا هل للجملة السابقة معنى تام؟ الجواب طبعا لا. وإذا قلنا ما الكلمة التي جعلت الجملة غير تامة المعنى، نجدها على أنها الاسم الذي تركناه في الوسط، وهو الذين. كلمة الذين هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ طبعا فهي اسم، بناء على ما نتعرف به على الاسم، وهو قبوله دخول ال. هل الاسم الذين له معنى ودلالة واضحة بمفرده الذين؟ رددوها مرة أخرى الذين، ستجدون على أنه ليس له معنى، فهو مبهم. هل يحتاج هذا الاسم الذين إلى وصله بجملة بعده توضح دلالته وتتم معناه؟ نعم، فمعناه مرتبط وموصول بالجملة بعده، الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا ماذا نسمي الاسم المبهم الذي لا يتم معناه إلا بوصله بجملة بعده؟ إنه الاسم الموصول. استنتج أن الاسم الموصول كما عرفناه مع المعارف السبع هو اسم المعرفة مبهم يدل على معين، وهذا المعين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده مباشرة وتسمى صلة الموصول. تعالوا الآن لنتعرف على دلالة هذه الأسماء الموصولة وكيف نتعامل معها. نأخذ الجملة الأولى: سامحت الرجل الذي ظلمني. فالجملة الأولى سامحت والجملة الثانية ظلمني، لا يستقيم المعنى إلا إذا وصلنا ظلمني بالذي، فيكون الاسم الموصول هو الذي، وهو مفرد مذكر واحد ويدل على المذكر. الجملة الثانية ساعدنا التي هي في حاجة. من ساعدنا؟ التي، ومن هي؟ مؤنثة، مفرد مؤنث. التي هي وصلت لنا بين الجملة الفعلية ساعدنا والجملة الاسمية هي في حاجة،
ومعنى التي مبهم إذا لم نكمله بهي التي، وهي مفرد مؤنث كما رأيناه في دلالة اسم الإشارة. نجا اللذان داخل المنزل. اللذان هو اسم من الأسماء الموصولة. لماذا؟ لأنه وصل لنا بين الجملة الفعلية نجا وشبه الجملة داخل المنزل، وهو مبهم إن لم نتممه ونصله بداخل المنزل. هل هو مفرد؟ طبعا لا. علامة التأنيث ظاهرة عليه الألف والنون، إذا فهو مثنى وهو مذكر، يدل على المثنى المذكر. الجملة الرابعة: أخذت الفائدة من اللتين في المدرسة. الاسم الموصول عندنا هنا هو اللتين. لماذا هو موصول؟ لأنه لم يستقيم معناه وهو مبهم إن لم نكمله بشبه الجملة في المدرسة. فأخذت الفائدة من اللتين لا معنى لها، يجب أن أصله بجملة أخرى. لهذا فاللتين اسم موصول وعلامته الياء والنون دالة على أنه مثنى مؤنث. الجملة الموالية: أقدر الذين يلتزمون بتوجيهات الوقاية. فالاسم الموصول هنا هو الذين، فقد وصل بين جملتين فعليتين، الأولى أقدر والثانية يلتزمون، ولا معنى له يكون مبهما إذا لم نصله بالجملة. والذين من خلال ضمير الجمع واو الجماعة تدل على أنها جمع مذكر. أدعو كل اللواتي، كل اللاتي، كل اللائي يخرجن أن يلزمن بيوتهن. اللواتي هنا اسم موصول وهو جمع للمؤنث. علينا أن نعمل بما نصحتنا به الحكومة. لاحظوا هنا علينا أن نعمل بما، هذا الاسم الذي يبدو حرفا بماذا يمكن أن نعوضه هنا؟ طبعا سنعوضه بالذي. علينا أن نعمل بالذي نصحتنا به الحكومة. والذي اسم موصول، مما يعني أن ما اسم موصول. ما الذي نصحتنا به الحكومة؟ هل هو شيء عاقل؟ إنه تصرفات والتزامات علينا أن نلتزم بها، فهو غير عاقل. نقول على أن ما اسم موصول لغير العاقل. الجملة الموالية: أتحدث إلى من أدرسهم اليوم. من أدرسهم اليوم؟ إنهم أنتم جماعة، فيكم الذكور وفيكم الإناث. فمن دلت عليكم أنكم عاقلون وجمعت بينكم ذكورا وإناثا مفردين ومجموعين. من اسم الموصول لأنه وصل لنا بين الجملة الأولى والجملة الثانية، وهو دل على جماعة للعاقل. الجمل التي كتبناها تتضمن أسماء موصولة. الجمل مبتدأ، التي كتبناها جملة فعلية، بينهما التي اسم الموصول لا يتم معناه إلا إذا أتممناه بالجملة الثانية. لو قلنا الجمل التي لن نفهم معنى الكلام، ولكن التكملة بكتبناها تجعل الاسم الموصول له معنى وله دور. لهذا نقول التي اسم موصول. لكن ما الفرق بين التي في الجملة الثانية مفرد مؤنث والتي في الجملة الأخيرة؟ لاحظوا على أنها تدل على الجمل، والجمل فهي جمع غير عاقل. وقد سبق وأن رأينا أسماء الإشارة أيضا على أنه يمكن أن تجمع أيضا بهذه، فنقول هذه الأقلام وهذه الكتب نفس الشيء. فجمع العاقل يمكن أن نصله باسم الإشارة التي تدل على المفرد المؤنث. تعالوا معي هنا إلى دلالات
الأسماء الموصولة: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، جمع مذكر وجمع مؤنث. نجدها على أنها تدل على العدد واحد، اثنان وجماعة، وتدل على النوع أي المذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث. نقول على أن هذه الأسماء الذي، التي، اللذان واللذين في النصب والجر، اللتين واللتان في الرفع، الذين اللواتي ومعها اللائي واللاتي، فهي أسماء موصولة خاصة. ما معنى خاصة؟ يعني أنها تفرد وتثنى وتجمع. لكن إذا ذهبنا إلى ما ومن، لو أخذنا ما ووضعناها في إحدى الجمل الأخرى للمثنى وللجمع والمفرد سيصلح الكلام. ستقول مثلا: تناولت ما وضعته أمي في الصحن. فما وضعته أمك في الصحن فهو طعام متنوع كثير، جمع أطعمة، أي ما وضعته الأم وهو غير العاقل. ويمكنك أن تستعمله للمفرد: أحمل ما أشير به إلى السبورة، أي هذه المسطرة، فهي مفردة. فنقول على أن ما ومن هي أسماء موصولة مشتركة، يمكن أن نستعملها للمفرد، للمثنى وللجمع، ويمكن أن نستعملها للمذكر وللمؤنث. وقد سبق وأن رأينا أسماء إشارة تدل على هذه الحالة. إذن الأسماء الموصولة هي أسماء لا بد أن تليها جملة، وهذه الجملة لا بد أن تدل على معنى. نقول على أن الاسم الموصول ينقسم بحسب دلالته إلى قسمين: اسم الموصول خاص، أي مختص بالإفراد والتثنية والجمع ومع وبنوع معين، سواء كان مفردا، مثنى، جمع، مذكر، مؤنث. وألفاظه هي: الذي، كما رأينا في الجدول التوضيحي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان واللتان، المثنى المذكر والمثنى المؤنث، الذين للجمع المذكر، واللتين للمثنى المؤنث، الذين للجمع المذكر، الأولى، اللاتي واللائي للجمع المؤنث. الاسم الموصول المشترك كما رأيناه ما ومن هو كل اسم موصول يشترك فيه الجميع: المفرد بنوعين مذكر ومؤنث، المثنى بنوعين مذكر ومؤنث، والجمع بنوعين مذكرا ومؤنثا. وألفاظه هي: من للعاقل وما لغير العاقل. ننطلق في هدفنا التالي: صلة الموصول، ونركز على هذه الخانة. تقول الجملة الأولى: سامح الرجل الذي ظلمه. الجملة التي وصلت لنا الاسم الموصول الذي هي ظلمه، ظلمه، وهي جملة فعلية. الثانية: الاسم الموصول هو التي، والجملة التي وصلته هي في حاجة، هي في حاجة، وهي جملة اسمية لأنها تبتدئ باسم إشارة في محل رفع المبتدأ وشبه الجملة متعلقة به خبره. نجا اللذان داخل المنزل. بماذا وصلنا اللذان؟ بداخل المنزل، وداخل المنزل فهي شبه جملة من الظرف والمضاف. الجملة الرابعة: أخذت الفائدة من اللتين. اللتين ماذا؟ في المدرسة. في المدرسة هي صلة الموصول، شبه جملة من الجار والمجرور. أقدر الذين يلتزمون بتوجيهات الوقاية. من؟ الذين، جمع مذكر، الفعل، الجملة التي وصلته يلتزمون بعده مباشرة، وهي جملة فعلية. أدعو
كل اللواتي يخرجن. جملة الصلة هنا يخرجن جاءت مباشرة بعد الاسم الموصول اللواتي، وهي جملة فعلية من الفعل يخرج ونون النسوة. علينا أن نعمل بما نصحتنا به الحكومة. نصحتنا به الحكومة هي جملة الصلة، أو نسميها صلة الموصول، فهي جملة فعلية من فعل وفاعل ومفعول، وهي جملة جاءت بعد الاسم الموصول ما لغير العاقل. أتحدث إلى من أدرسهم اليوم. الاسم الموصول من؟ ماذا جاء بعده ليصله ويبين معناه المبهم؟ إنه الجملة الفعلية أدرسهم. أدرسهم اليوم، واليوم مفعول فيه، جملة فعلية والفاعل تقديره أنا، وهم مفعول به، واليوم مفعول فيه، وهو جملة فعلية جاءت مباشرة بعد الاسم الموصول من. الجملة الأخيرة تقول الجمل التي كتبناها. لاحظ الاسم الموصول التي مباشرة بعده جاءت جملة فعلية كتبناها، وهي جملة فعلية أيضا. نقول على أن الاسم الموصول لا بد له من جملة تكمل معناه تسمى صلة الموصول، وتكون إما جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة، تارة من الظرف والمضاف، وتارة من حرف الجر والاسم المجرور. هذه الجملة التي نصل بها الاسم الموصول نسميها صلة الموصول، لا بد لها من رابط. ورأيتم هذا أيضا في جملة الحال. عندما تدرسون درستم الحال كنتم تقولون واو الحال، أي الرابط الذي يربط بين جملة الصلة والاسم الموصول. هنا سامح الرجل الذي ظلمه، الهاء تعود على رجل، والذي مفرد مذكر، إذن فالهاء هاء الغائب هو الضمير، هاء الغائب هو الضمير العائد على الصلة الذي، ولا بد أن يكون في جملة الصلة ظلمه كما تلاحظونه هنا، وهو ضمير متصل. الجملة الموالية هي في حاجة، الربط هنا الضمير العائد هي، وهو ضمير منفصل. داخل المنزل لا يوجد لدينا ضمير، لا مستتر ولا منفصل ولا متصل. لماذا؟ لأنها شبه جملة. ونفس الحال في المدرسة، شبه جملة، تلاحظون هنا وضعته نقاط فراغ لأنه في شبه الجملة لا يكون هناك رابط أو ضمير عائد على جملة الصلة، بينما في الجملة الموالية يلتزمون. الجملة الفعلية عندنا واو الجماعة تدل على الذين، جمع مذكر، جمع مذكر واو الجماعة، دائما عندنا التطابق مثل النعت الحقيقي. هنا هاء الغائب مفرد مذكر، هي مفرد مؤنث، واو الجماعة جمع مذكر. هنا سنجد يخرجن نون النسوة. لماذا؟ لأن اللواتي جمع مؤنث، فجملة الصلة دائما يقترن فيها ويكون فيها ضمير، وهذا الضمير مطابق تماما للاسم الموصول ما لغير عاقل. نصحتنا به الحكومة. الجملة الفعلية هنا فيها رابط وعائد، وهذا العائد هو هاء الغائب التي تدل على كل ما نصحت به الحكومة، الذي نشير له هنا بما، أي المجموع الغير العاقل، هاء الغائب. أدرسهم اليوم من؟ إنهم المتعلمون والمتعلمات، إذن هم جماعة، دلت عليه هم ضمير متصل الدال على الجماعة. وهنا كتبناها من هي؟ الجمل، هاء الغائب
الدال على المؤنث، لأن الجمل عندنا مؤنث وعندنا التي تدل على التأنيث. إذن نخلص إلى أن الأسماء الموصولة بنوعيها الخاص والمشترك مبهمة المعنى كما ذكرنا، وهي محتاجة إلى ما ينزل إبهامها وغموضها، وهو ما يسمى صلة الموصول، لأنها تعين مدلول الموصول وتوضح معناه كما رأينا في الآية الأولى انطلقنا بها. ويل للمصلين، أي المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تعين مدلوله الذين هم عن صلاتهم ساهون وتوضح معناه، وهي إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة. وننتبه إلى الجملة الاسمية فهي دائما تنطلق بضمير منفصل وتشتمل على ضمير يطابقها ويعود عليها يسمى العائد أو الرابط. هذا الضمير الذي يعود على الموصول ويربط بينه وبين جملة الصلة دائما يكون مذكورا في الجملة، قد يكون مقدرا في بعض الأحيان وقد يكون متصلا أو منفصلا. هدفنا الأخير من درس اليوم وهو كيفية إعلام الأسماء الموصولة. كما عرفنا سابقا الأسماء الموصولة هي من الأسماء المبنية إلا الاستثناء الذي تعرفون وهو المثنى، وهي أسماء مثلها مثل باقي الأسماء الأخرى تعرب حسب موقعها في الجملة. إذا جاءت في الأول فهي اسم، نحن أمام الجملة الإسمية، إذا علينا أن نعرفها مبتدأ لأنه معرفة. إذا جاءتنا الثانية في الجملة الفعلية فهذا فاعل، وهكذا حسب موقعها في الجملة. نأخذ أمثلة على الجملة التي عندنا. سامح الرجل الذي ظلمه، سامح فعل، الرجل فاعل. ماذا فعلنا لهذا الرجل؟ وصفناه. الذي ظلمه، فالذي هنا في محل رفع نعت، فهو مطابق للرجل، الرجل فاعل مرفوع سنقول في محل رفع لأنه اسم مبني. ساعدنا التي هي في حاجة، التي في محل نصب مفعول به أي وقع عليها الفعل، نحن من ساعدها، هي فقط تلقت المساعدة، نحن الفاعلون لا الدالة على الفاعل. نجا اللذان داخل المنزل، الفعل نجا فاعله اللذان، هما اللذان قام بالفعل وهو فاعل، لكن لم نقل في محل في محل، ولكن قلنا مرفوع لأنه مثنى كما نعرف سابقا، فهو معرف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. أخذت الفائدة من اللتين من حرف جر، إذا اللتين سيكون اسم مجرور، وعلامة جره كما نعرف هي الياء لأنها علامة جر المثنى. أقدر الذين، هنا كان عندنا اللذان مرفوع بالألف، وهنا الذين هو فاعل لكنه غير مرفوع، ولكنه في محل رفع فاعل. لماذا؟ لأن الذين اسم موصول مبني، ليس كحال المثنى اللذان واللتان واللذين واللتين. أدعو كل اللواتي يخرجن أن يلزمن بيوتهن، أدعو فعل، ومن الفاعل؟ أنا الذي أدعو، ضمير مستتر، كل مفعول به منصوب أي كل النساء، كل اللواتي يخرجن، فهم وقع عليهم الفعل مفعول به وهو مضاف، اللواتي مضاف إليه، اللواتي مضاف إليه، تعرفنا كل بالإضافة في محل جر مضاف إليه اسم مجرور. الجملة الأخيرة، الجمل التي كتبناها، الجمل مبتدأ، التي ماذا فعلت؟ وصفت لنا هذه الجمل، فهي ليست خبرا ولكن الخبر هو هذه الجملة الفعلية، فهو في محل رفع
نعت لأن الجمل مبتدأ مرفوع وصفناه بما بعده إذا ستكون في محل رفع صفة أو نعت. نقول على أن في خلاصة ما هذه أن الاسم الموصول اسم مبهم يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده مباشرة وتسمى صلة الموصول. ينقسم الاسم الموصول إلى قسمين: خاص يفرد يثنى ويجمع يذكر ويؤنث، واسم موصول مشترك ويكون بلفظ واحد للجميع من للعاقل وما لغير العاقل. تذكر بعد الاسم الموصول جملة تسمى صلة الموصول وتكون إما جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة. تشتمل صلة الموصول أي هذه الجملة على ضمير يعود على الموصول ويربط بينه وبين جملة الصلة ويكون مطابقا لها يسمى العائد، قد يكون بارزا أو مستتلا. الأسماء الموصولة كلها مبنية كما نعرف ما عدا المثنى فهو معرب وتعرب حسب موقعها في الجملة. أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، كما نفعل دائما في دروسنا اللغوية نختم بتمارين أطبق وسأترككم مع إنجازها وسأعود إليكم في حصة أخرى إن شاء الله من أجل التصحيح على الخاص. أذكركم فقط على أنه عليكم أن ترسموا الجدول التوضيحي الأخير الذي أنهينا به درسنا في الدفاتر وأن تسجلوا الأستخلص الذي استنتجناه في آخر الدرس. أما بالنسبة لتمارين أطبق فجناح التمارين في آخر الدفتر تدونون فيه هذه الأسئلة وتجيبون عليها انفرادا وكل واحد سيصور إجابته كالعادة ليصيبها، وأنتم تعرفون على أن لكل عمل جزاؤه في أنشطتنا المندمجة. شكرا على متابعتكم لدرسنا اليوم، ألتقي بكم في حصص أخرى إن شاء الله. رزقنا الله وإياكم السلامة، دمتم في رعاية وإلى اللقاء.